في حدث مهم لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الدولة، عقد مؤتمر صحفي في مقر منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين من قطر ودول الخليج، وذلك لإطلاق ملتقى استثمر في قطر. يندرج الملتقى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع المنظمة لطرح فرص كبرى للاستثمار الصناعي أمام المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين والعرب والأجانب. وفقا للمنظمين، سوف يتم خلال الملتقى الذي يعقد بين يومي 27 و28 من الشهر الحالي عرض 22 فرصة استثمارية متنوعة في قطاعات صناعية مختلفة، مما يعزز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كان اليوم العالمي للتوحد فرصة لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة لتنظيم مهرجان خاص بالأطفال ذوي التوحد، شمل على فعاليات رياضية متنوعة لم تقتصر عليهم فحسب، بل شارك فيها جميع أطفال المركز. يشار إلى أن المركز ينظم فعاليات على مدار شهر كامل بالتعاون مع جامعة قطر وعددا من المدارس بغية رفع مستوى الوعي بمرض التوحد. عروض تراثية ومعروضات فنية وأكلات شعبية تعبر عن ثقافات متنوعة تنتمي ل13 بلداً، هذا ما شاهده الطلاب في ملتقى الحضارات الأول الذي تنظمه مدرسة الخليج العربي النموذجية المستقلة للبنين. وقد تنوعت المعروضات من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق وسوريا وفلسطين والجزائر والمغرب، فضلا عن اليابان في تجربة مميزة خارج قاعة الدراسة. وقد قام الطلاب بالتعريف عن ثقافات بلدانهم وسط أجواء حميمة بين الطلاب من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالتفاعل المباشر مع ثقافات ما كان معظمهم يعرف تفاصيلها، ما يعطي العملية التربوية بعدا أكبر يتجاوز تلقي المعلومات في قاعة الدرس للوصول إلى تقبل الآخر والتعاطي معه على المستوى الثقافي والحضاري.